advantage of a human capital method انه it is easy and straightforward, سهلة التنفيذ. ايضا ممكن احصل income على income estimates او days lost from illness بسهولة من مكان العمل مال patient. بالنسبة لل disadvantage of a human capital method انه اكو فد type of bias regarding specific groups of people اللي هم ال unemployed individuals اللي هم راح يبدون يسموهم ال people with little or no economic benefit, خاصة هم ال unemployed not working persons أو children and unemployed elderly. أيضا ال human capital assumption that the value of health benefit equals the economic productivity they permit may be also biased, لأنه ال earning for some individual may not equal the value of their output. مثل من إذا نقارن بين مثلا salary مال ال professional football player ويا salary مال ال elementary school teacher اللي هو أكو فد large difference بال daily wage rates مالتهم. لكن بالتالي الايكونوميك بنفيت مالتهم تختلف اثنيناتهم. ايضا المشكله بالهيومن كابيتال ميثود انه not incorporate values for pain and suffering if these values do not impact productivity على البيرسونز. لكن بحاله الwillingness to pay اللي راح نناقشها بعدين, هذا تناقش الانتانجبل بنفيتس. عندنا هواية حالات مثل عندنا المينوبوز, الهير لوس اللي هي ممكن نسوي psychological restriction of benefit, يعني ممكن تأثر نفسيا على المريض وتقلل من productivity مالته. ال willingness to pay method هنا بهذه الحالة انه اسأل المقابل ايش قد عندك استعداد تدفع مقابل هذا ال intervention. هنا أنا راح يحسب الـ indirect and intangible aspects of the disease, مو مثل الـ human capital فقط يحسب الـ indirect. So the human the willing to pay method is to determine how much people are willing to pay to reduce chance of adverse health outcome. طبعا تحتاج face to face or mail telephone for the interventions. Measuring willing to pay راح عندها two general elements اللي هي الـ hypothetical scenario والـ bidding vehicle. الـ hypothetical scenario هنا أنا راح نخلي فد سيناريو افتراضي للانترفنشن او البروجرام الان ببالي, اشرحها ان ديتيلز فور ذا بيرسونز اور ذا بيشنتس واقول ايش قد عندك استعداد تدفع بالمقابل. ورا ما كمان مثلا عندنا هنا بالاكزامبل عندنا الاسما كلينيك سيناريو, راح اشرح له بالديتيلز انه انا راح اعلمك شلون تستخدم الانهيلر والبيك فلو ميتر, شلون راح اعلمك تستخدم الميديكيشن مالتك, شلون تتعامل ويا الاسما اتاكس مالتك وغيرها. اذا ورا ما اعطي هذا كل هالسيناريو مالته ايش قد عندك استعداد تدفع خلال لقاء هذه الكونسلتيشن. ورا ما خلصنا ال hypothetical scenario راح ask the patient to bid, ينطي ال مالته الاقتراحات انه ايش قد يدفع. طبعا we have many formats لل closed-ended وال open-ended questions with bidding game وال payment card. بال open-ended questions هنا أنا مجرد أقول له إنه إيش قد عندك استعداد تدفع لقاء one-hour consultations with the pharmacist, هو راح يعين السعر. هذا الميثود هو أقل الأنواع المستخدمة حاليا باعتبار أكو راح يكون فد variety كلش هواية, واحد ممكن يخلي $100, واحد ممكن يخلي $10, فأكو يعني variety كلش عالية بالموضوع, نتحاول نتجنبها بأنه نستخدم another types of method. مثلا عندنا closed-ended questions, هنا أنا بالclosed-ended questions راح نتبع طريقة take it or leave it, مثل كأنه واحد دا يتسوق بالسوبر ماركت ويشوف سلعة مكتوب عليها السعر فيباوع عليها, ممكن ياخذها أو ما ياخذها. أنا بالضبط أسوي هذا السؤال إنه would you willing to pay $60 for one hour consultation with a pharmacist, راح يجاوبني فقط yes or no. المشكلة بهذه الميثود انه only one questions is asked, فقط سؤال واحد انا راح اطرح, ف only one willing to pay can be elicited, ما راح احصل على range, فقط قراءة واحدة, لهذا راح احتاج large sample would be required to determine the overall willing to pay value. بالنسبة للبيدنج جيم, بالبيدنج جيم هذا يشبه الاوكشن او المزاد,
هنا انا راح اخلي البيشنت او البيرسون هو اللي يعين الماكسيمم والمينيمم ليفل فور ذا انترفنشن. اسئله would you be willing to pay $60 for one hour consultation with a pharmacist؟ اذا قال لي يس ارفع السعر $80. اذا قال لي نو اقلل السعر مثلا اسويه $40. This method is useful to try to arrive the person's maximum value, لكن هي المشكلة بها هي time consuming and تحتاج face to face interview. بالنسبة للpayment card, الpayment card هو عبارة عن كارت راح أنطي للشخص اللي أريده يحدد لي ال willingness to pay cost. راح أنطي مثلا يحدد هو الماكسيمم والمينيمم, لكن ايضا هذه هنا راح يكون اكو تايب من البايز, يا صح تكون ايزي وتايم يعني مالتها كلش قليل, لكن هذه ايضا تايب اوف بايز باعتبار رينج بروفايدرز كان سجست ذا فاليو اوف انترفنشن كان انفلوينس وذ ريسبوندنس رينج بايز, يعني حسب ايضا مثل ما قلت لكم ممكن الاوتكم مال الشخص او طريقه فهمه للسيناريو او فهمه لاهميه هذا الانترفنشن, فممكن يكون اكو فرايتي كلش عالي. Calculating results of cost and benefit, نجي على الحسابات شلون نحسب البنفيت والكوست ريشيو او شلون نحسب اذا كان هذا الانترفنشن كوست بينيفيشال اور نوت. النت بنفيت اور نت كوست كالكوليشنز راح نحسبها, اذا نت بنفيت راح نخلي البنفيت اللي قدام التوتال بنفيت وننقص منها التوتال كوست, اذا التوتال كوست راح نخلي الكوست اللي قدام وننقص منها البنفيت, لكن لازم حتى يكون cost beneficial لازم النت benefit تكون أكثر من صفر أو النت cost تكون أقل من صفر. بالنسبة لل benefit to cost ratio راح أقسم إذا بال benefit to cost أقسم ال benefit على ال cost, وإذا cost to benefit أقسم ال cost على ال benefit, لكن حتى يكون cost beneficial لازم يكون benefit to cost أكثر من واحد وال cost to benefit أقل من واحد. راح ناخذ examples for two proposals, proposal A و B, نطعنا الكوست والبنفيت مالتهم ونطبق الحسابات النت بنفيت نطلعها النت كوست والبنفيت تو كوست ريشيو والكوست تو بنفيت ريشيو. أنا إذا بدي أشوف هذا المثال راح أشوف إنه in this example both proposals are cost beneficial, اثنيناتهم هم cost beneficial باعتبار أني دا أنطي $1000 دا أحصل 2500, أو هنا أنا دا أنطي سوري دا أنطي $1000 دا أحصل 1000, أو دا أنطي هنا أنا أحصل بالبعدين $2500. فيعني الدولار الواحد هنا انا جاب لي بالبروبوزال اي دولارين, وبالبروبوزال بي الدولار الواحد طلع لي دولار ونص مثل ما بدي اشوف بالبنفيت تو كوست ريشيو هذا معناها. لكن اي واحد اني راح اختار من هذول البروبوزال, طبعا هذا يعتمد على الكوست, اذا انا عندي ليميتد ريسورسز مثلا ما اقدر ابدي ب $7500, فمثلا يكون عندي سوري ما عندي ابدي ب $5000, فمثلا عندي فقط اني $2000 فابدي بال$1000 استثمر اسوي انفستمنت, يبقى حسب اني الريسورس اللي عندي. تمام. ايضا عندي الإكزامبل اللي ورا هو الإيكونوميك إيفالويشن أوف مانجمنت أوف أنيميا إن هيموداياليسيس بيشنت, اللي هو شرحناه هذا السيناريو بالكوست يوتيليتي أناليسيس نفس الفقرة, راح نحسب من هو الكوست بنفيشال أكثر البلاد ترانسفيوجن للإرثروبويتين, الكوست نفس الفقرة, لكن عندنا هنا فقرة الwilling to pay. من أشوف فقرة الwilling to pay معناها أني أحسب الcost benefit analysis. عندي الpatients have willing to pay for erythropoietin as pay €2000 a year for the extra health benefits associated to the erythropoietin. أني أطلع الdifference in cost between the two alternatives for 1000 patients, إنه أطرح الـ5 ملايين من الـ3 ملايين. ال difference in benefit, ال benefit أنا أحصلها من ال willing to pay, أنا ال willing to pay عندي €2000, أضربها في الألف patients اللي أريد أطلعهم راح يطلع لي عندي change in benefit. بعدين أطلع ال overall net benefit, ال benefit عندي أنا 2000000 ناقصا 2,419,000,
فراح يطلع لي 419,000 يورو راح تطلع لي بالماينس. بما انه اني راح تطلع لي بالماينس فهو اني معناها cost beneficial معناها lower cost, therefore the net benefit is negative and then the net cost is positive. سوري راح تطلع لي انه الكوست كلش عالي والبنفيت اقل, فهنا انا راح نفضل نستخدم البريفيرد اوبشن هي البلاد ترانسفيوجن عكس الكوست يوتيليتي اناليسيس. بالكوست يوتيليتي اناليسيس طلع لي الكواليز ويا الارثروبويتين اعلى من البلاد ترانسفيوجن, هنا انا لا ككوست بينيفيشال طلع عندي طبعا البلاد ترانسفيوجن مور كوست بينيفيشال ذان الارثروبويتين. لهذه بهذه الحاله ممكن اني استخدم البلاد ترانسفيوجن. Using cost-benefit analysis to allocate resources to different services. هذه أيضا شفنا هذا المثال بالcost-utility analysis. إنه two different services between asthma and ischemic heart disease. تمام. In this practice, group A and B elicit willing to pay values for the 200 asthma and 250 ischemic heart disease patients. راح نشوف بالجدول ليش المعطيات كلها ماخذيها نفسها بالcost utility analysis المثال. هنا أنا فقط بالجدول عندنا willing to pay. Willing to pay then cost benefit analysis. الأسمه monitoring راح تكون 250 المين مال willing to pay, والاسكيميك هارت ديزيز راح تكون 250 patients 350 ال willing to pay مالته. range of willing to pay هاي فقط range, هاي نعطيها حسب ايش قد المينيمم والماكسيمم ايش قد يدفع البيشنت ما علينا بيها. راح نركز على المين willing to pay اللي هي 250 نضربها في 200 عدد البيشنت وذ اسما حنطلع التوتال willing to pay 50,000, والاسكيميك هارت ديزيز 350 في 250 راح يطلع 87,500. بهذه الحالة راح يكون عندنا what do these results mean. طبعا مثل ما قلنا البوث results هما cost effective sorry cost beneficial, لكن انا يا تايب راح اخذ the asthma service cost minus 1000 can provide 50,000 euro of benefit, وال ischemic heart disease zero كان وراح تعطينا 87,500 of benefits. فأني من أجي أطبقها بالقانون راح أحسب إنه أنا عندي الناقص ناقص 1000 ويا ناقص 50 راح يطلع لي عندي ناقص 51,000. وبالنسبة لهم إذا طرحنا 87 ناقص 87.5 من الناقص 51 راح يطلع لي الفرق 36.5 اللي هو more benefit أنا أحصله لو طبقت الـ ischemic heart disease on the asthma. So the cost benefit analysis would suggest that because both services have a net negative cost, positive net benefit, so it's the society both are worth it and it would be then go on the recommended that ischemic heart disease service over the asthma service. طبعا يكون ال cost benefit analysis هو more cost benefit sorry ال ischemic heart disease هو more cost beneficial باعتبار ان طالع اني 87 فرق 36 الف دولار ونص يورو مقارنة بالاسمة. اذا انا راح اطبق الاسمة, ف تنتبهون طلاب اذا انا طلع عندي بالنيجاتيف من طرحت ال cost ناقصا البنفيت طلع عندي بالنيجاتيف معناها انه انا البنفيت عندي اكثر من الكوست فهذا كوست بينيفيشال. اذا بالعكس طلع عندي البنفيت ناقصا الكوست بالنيجاتيف مثل المثال السابق معناها هذا نوت كوست بينيفيشال, فاحاول اختار الانترفنشن الثاني.